فلاش باك حدث في مثل هذا اليوم. مستمعي إذاعة الحياة من القيروان، صباح الخير والبركة، مرحبا بكم في فلاش باك جديد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز ما صار للفائدة والاعتبار. 17 مايو أيار هو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. الغرض من اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات هو دعم الوعي بالإمكانيات اللي تتيح الإنترنت وغيرها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والحرص على توفيرها لمختلف المجتمعات والاقتصادات، وبالسبل المؤدية إلى سد الفجوة الرقمية. ويصادف 17 مايو الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات. لكن يبقى السؤال المطروح، هو إيش عملت الإنترنت بصغارنا وإيش عملوا بيها؟ صحيح هي نهر من المعرفة وشبكة تواصل مدهشة. 17 مايو 1805، محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. 17 مايو 1987، المقاتلات العراقية تقصف الفرقات الأمريكية وتقتل 37 شخص وذلك في الحرب العراقية الإيرانية. 17 مايو 2015، سقوط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بالعراق بيد تنظيم داعش. 17 مايو 2012، تاريخ وفاة المغنية وردة الجزائرية إثر أزمة قلبية، رحمها الله، دفنت في الجزائر ووصلت في طائرة عسكرية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكان في استقبال العديد من الشخصيات السياسية والفنية ليتم دفنها في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة، وكانت قبل وفاتها قالت أريد العودة إلى الجزائر فورا. الاسم الحقيقي الوردة الجزائرية وردة فتوكي، ولدت في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية من بيروت، رحمها الله. مستمعين الأجلاء، لكم موعد يومي بحول الله في فلاش باك جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد، دمتم في حفظ الله، مع تحيات إذاعة الحياة. فلاش باك حدث في مثل هذا اليوم.